تحية طيبة مشاهدينا الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. بإذن الله مشاهدينا الكرام سأكون معكم عبر 30 دقيقة في برنامج الوطن اليوم، سوف نناقش ونستعرض أهم الأخبار والعناوين في المملكة. لكن مشاهدينا بداية، ما هي أبرز الأخبار في المملكة لهذا اليوم؟ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لجدة التاريخية وأهلها مكانة خاصة. القرض المعجل يؤمن العقارات ضد الكوارث. والفيصل يعيد تشكيل مجلس مشروع تعظيم البلد الحرم. ما هي المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن؟ بداية، محمد بن سلمان يبحث مع أوباما وكارتر العلاقات وإرهاب داعش. العمل لصحيفة عكاظ محلات وصالات نسائية للجوالات خلال أيام. ومجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله. أعلن الديوان الملكي أمس الأحد أن ولي العهد النائب الثاني الرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيغادر اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية. ويرى مراقبون أن مراكز صناعة القرار والأوساط السياسية والاقتصادية والنفطية الأمريكية يتابعون بكل اهتمام زيارة ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لواشنطن اليوم، والتي سيجري خلالها محادثات معمقة سياسية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الدفاع أشتون كارتر ووزير الخارجية جون كيري، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس، تتعلق بسبل تعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن وسبل إيجاد حلول أزمات المنطقة وكيفية تضييق الخناق على تنظيم داعش الإرهابي. كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لصحيفة عكاظ عن انطلاق صالات تأنيث بيع الجوالات وصيانتها خلال يونيو الجاري، مؤكدا أن المشروع بدأ منذ تم البدء في توطين هذا القطاع. قال إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتعاون مع المستثمرين والمستثمرات الراغبين في إنشاء صالات نسائية مغلقة سواء مستقلة أو في المجمعات التجارية لبيع وصيانة أجهزة الجوال، تتوفر فيها كافة الإمكانات التي تجعل بيئة عمل لائقة، تطبيقا لقرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها على السعوديين والسعوديات. وأوضح أن عددا من المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء هذه الصالات، وبعضهم بدأ فعليا في إنشائها، إذ يتم تقديم الدعم المالي للموظفات، متوقعا افتتاح أعداد من هذه المحلات والصالات خلال أيام قليلة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا وعبر الهاتف من الرياض الأستاذ محمد بن راشد بن خميس، رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أجنى للاتصالات. أهلا ومرحبا بك أستاذ. بداية، فيما أصدر الدكتور مفرج الحجباني وزير العمل قرار، هذا القرار ينص على قصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها فقط على السعوديين وعلى السعوديات. هذا القرار سيوفر 15 إلى تقريبا 20,000 وظيفة للسعوديين، حدثنا عن أهمية ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم استضافتي هذا اليوم. هلا ومسهلا. الحقيقة أن قرار مثل هذا بالعكس يعتبر قرار جوهري جدا للبلد، وخصوصا عملية التنمية وخلق وظائف للشباب السعودي والشابات كذلك. فما في شك أن سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية يعني سوق ضخم جدا، ومخرجاته أيضا من ناحية الاقتصادية ضخمة جدا بل وعالية يعني. والأولى أو الأفضل أن يكون هناك فعلا عملية تنسيقية أو في عملية الإحلال
والانتقال من مرحلة إلى مرحلة إن شاء الله في سوق الاتصالات. طبعا ما سعدنا في هذا اليوم أو ما يمكن أن المواطن أو الشاب السعودي يفرح فيه هي العملية الانتقالية في هذه المرحلة اللي تتوجب حتى مشاركة الفتاة في الجزئية الخاصة فيها، وهذا ما يعني يعزز السوق ويقوي الثقافة في الخاصة بعملية الثقة في المواطن أو المواطنة أو الشباب السعودي بشكل عام، لأنه يحتاجون الدعم في هذه المرحلة وخصوصا الفتاة لأنها مقبلة على مرحلة جديدة جدا من ناحية تقنية الاتصالات وتحتاج إلى وقفة يعني لمساعدتها في هذه الناحية. أما يعني وكذلك يعني حتى لو جينا في انطلاقة للمستهلك أو المستهلكة، بتحدث مثل ما تحدث اليوم أو مثل ما تلقينا جميعا حديث اللي كان في جريدة عكاظ، أنه يكون فيه نوع من الحرية في اتصال الفتاة بالفتاة الأخرى في شرح معاناتها سواء في الموبايل أو في أجهزة الحاسب الآلي أو غير ذلك. نعم. ففي السابق كانت تجد صعوبة جدا من حيث أنها تقف في السيارة أو خارج المحل والفني هذا يطلع وتقول مشكلة من هنا ولا مشكلة من هنا، بالإضافة حفاظا على خصوصيتها والشق الخاص فيها من هالناحية. نعم. أيضا هيك أستاذ محمد، أيضا فيما يوفره هذا القطاع أيضا من إيجاد وظائف أيضا لأعداد كبيرة من الفتيات، خاصة مع وجود اليوم برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. بالنسبة لهذه ما فيها شك، يعني لو جينا لسوق الاتصالات لقينا مخرج مثلا مخرجاته 40 مليار ريال، فحينما نقيس او نشوف حجم السوق هذا وضخامته وكم العائد عليه وكذلك مدى استفادة الشاب او الشابة السعودية من المبلغ هذا او من جزئية، نحيي جدا فيهم انه مثل ما قرأنا اليوم او انضمام الفئة لسوق العمل او في المراحل التدريبية هذه. ولكن ايضا احنا كمستثمرين لا نغفل في وجود أو مرحلة انتقالية حساسة بالنسبة لنا احنا كذلك، لا من ناحية المحلات ولا من ناحية الشركات ولا من ناحية حتى مسألة التدريب. فالآن يعني والله الحمد لله حتى بالنسبة للوزارة مشكورة على الجهد اللي تبذله، ولكن نحتاج إلى عملية أطول في عملية تقنية التدريب، أو على الأقل يعني يمكن احنا نواجه أحيانا عندنا مهندسين ندخلهم شركة ما وهم مهندسين يعني يحصلون مثلا على دورات مدة 3 إلى 5 شهور علشان يفك له جهاز معين ويكون فيها عملية ضمان الجهاز هذا. يعني أحيانا الشركات الأخرى ما تسمح لنا أنه إحنا نفتح مثلا أجهزة معينة أو كذا إلا بالرجوع له. فأتمنى أنه يكون فيها نوع من التنسيق العام في عملية فحص مدى التدريب ومخرجات هذا التدريب وكذلك أقسامه. يعني أنت نتحدث الآن عن أجزاء الدولة أو الأصح الوزارة مشكورة تحدثت أن هناك أقسام المبيعات وأقسام الفنية وأقسام كذلك المحافظة على هالشق، ولكن برضو راح يكون هناك صعوبة في عملية الإحلال السريع، وهذا الأكيد أن كلنا متفقين عليه، ولكن تظل المهمة الوطنية أو الواجب الوطني بحيث أن نقف مع بعض في ثقتنا في شبابنا إن شاء الله في عملية إدخالهم لها المعترك هذا. والأكيد أن الوظائف أو الأشياء الحاصلة يعني في مسألة إحلال الشباب السعودي أو الشابة السعودية أنها يكفينا أنها تقضي على جزء كبير من البطالة. نعم. وحتى لو تحدثنا في فترة معينة نقول أنه ممكن أنهم هم يساعدون أنفسهم على التدريب ومن ثم للانتقال إلى مرحلة أخرى إن شاء الله اللي هي التوظيف، ومن خلالها ممكن أنهم يسعون لفتح بزنس معين لهم يعني في مساعدتهم في هالشيء وما يحتاجون. نعم، يعني هذه جدا فعلا يعني جزئية مهمة، أن بداية تدريب بعد كذا توظيف بعد
كم سنة، سنة سنتين ممكن يعني هذا الموظف البسيط يتحول إلى رجل أعمال. عموما أنا نعم. أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم عبر الهاتف ومن الرياض الأستاذ محمد بن راشد بن خميس، رجل أعمال ومستثمر في قطاع الاتصالات. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وبالعودة لخبر زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبحث خلالها الوضع الإقليمي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ينضم إلينا ومن جدة الدكتور خالد باطرفي الإعلامي والأكاديمي. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد. بداية، اليوم يرى مراقبون أن مراكز صناعة القرار والأوساط السياسية والاقتصادية والنفطية الأمريكية وأيضا السعوديين يتابعون بكل اهتمام، كم مهتم أنت بهذا الشأن؟ ما هي المواضيع المتوقعة أن تكون على منضدة الحوار ما بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والقادة الأمريكيين؟ حسب CNN ملفات الزيارة أربعة. الملف الأول الأزمة السورية، الملف الثاني التوسع في القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الأمريكية في ذلك، عملية الخصخصة إلى آخره. الملف الثالث هو جذب الاستثمارات الأمريكية إلى المملكة، وبما في ذلك نقل التقنية الحديثة وفي صناعات مثل الصناعات العسكرية وصناعات متقدمة بتروكيميكال وغيرها. الملف الرابع هو قضية الحرب في اليمن ومشاورات السلام والدور المطلوب من الولايات المتحدة في هذا الشأن والتعرف على مواقفها. وهناك أيضا خبر قرأته أنه قد يلتقي بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة لإصلاح الجسور بين المملكة والأمم المتحدة بعد التوتر الأخير بشأن القائمة السوداء. نعم. طبعا كل ملف من هذه الملفات يشمل شخصيات كثيرة، يشمل شخصيات حكومية وشخصيات من القطاع الخاص، شخصيات من البنوك. الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المهتمين بخطة التحول الوطني، وتريد أن يكون لها دور وأن يكون لها قدم في وبصمة في هذا المشروع الضخم، لأن هذا المشروع قائم على التعاون بين التعاون الدولي، قائم على الاستفادة من خبرات الآخرين، قائم على توليد الطاقة المتجددة ومن ذلك الطاقة النووية، قائم على التعاون المالي والبنكي، أيضا قضايا دفاعية. المملكة هي أكبر مشتري للأسلحة الأمريكية في العالم، وهناك يعني اتفاقيات ضخمة بين البلدين، التعاون النفطي بين المملكة والولايات المتحدة. فإذا هناك جملة من التفاصيل الكثيرة تتطلب لقاء سمو الأمير مع قيادات كبيرة. لم نتعرف رسميا على من هي هذه القيادات، ولكن هناك بعض الأخبار تشير أنه قد يلتقي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وزير الدفاع كارتر، يلتقي أيضا بعدد من كبار ملاك الشركات الأمريكية والبنوك الأمريكية، ربما من رجال الكونغرس، سيناتورز. أيضا في نيويورك قد يقوم بزيارة للأمم المتحدة وأيضا وول ستريت. فهناك حقيقة جملة من القضايا والمواضيع، ولكن العناوين الرئيسية كما ذكرنا الأزمة السورية، التوسع في القطاع الخاص أو ما يسمى بالخصخصة، جذب الاستثمارات إلى المملكة والحرب على اليمن. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم الدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ما هي أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم؟ ارتفاع معدلات السمنة يتصدر تحديات الصحة، 3000 بلاغ لمركز التحكم بمدني الرياض وحرائق المطابخ تتصدر، بلديات تقصي التقنية وتعمل يدويا. إلى فاصل قصير.
حياكم الله من جديد. وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. وتهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وتنميتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. كما أقر مجلس الوزراء نقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي. مشاهدينا، تنضم إلي وهنا في الاستوديو الأستاذة ليلاس البزرة وهي سيدة أعمال. أهلا ومرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا فيك ليلاس في الوطن اليوم. شكرا كثير ليلاس. لما نتكلم طبعا عن فتاة شابة، وهي اليوم الفتاة هذه صغيرة، خلينا نقول سيدة أعمال، أنت اخترتي أنك تبدأي وتفتحي العمل الخاص بك أو المشروع الخاص بك على أنك تتوظفي في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. احكي لي بداية عن هالجزئية المهمة. والله أنا قررت أفتح لحالي لأنه حسيت حالي جاهزة وعندي الشخصية وعندي الثقة بنفسي. فأنا درست ببريطانيا والغربة حسيت قوتني وطورت لي تفكيري. فلما قررت افتح لحالي قررت افتح مع بزنس بارتنر، هي بتكون اختي ان تشارج اوف بزنس ديفلوبمنت. وانا رايي كثير مهم الواحد لما بده يفتح مشروع يفتح مع حدا يكمل له، يكون في تكامل. فانا كديزاينر هي كبزنس ديفلوبمنت، فكثير مهم انه يكون في تكامل مشان يقدر الواحد يقدم افضل ما عنده. فهو الواحد ما بده يبلش لحاله بده يكون جاهز، عنده ثقة بالنفس، الشخصية القوية، يتقبل different types of people، يعني أنواع مختلفة من الناس والأفكار، وجاهز للتحدي لأنه الواحد يفتح مشروع لحاله طبعا مو سهل. فبده يكون شخصية قوية ومستعد للتحدي ويتقبل كل الأفكار. طيب قبل شوي كنا قاعدين نتكلم عن الاتصالات وتوطين قطاع الاتصالات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا بهذا القطاع. أنت ليلاس مجالك مختلف عن مجال الاتصالات، مجالك أنت وظفتي الهندسة مع الفن التشكيلي. أنا أبغى أعرف الجزئية هذه وأهمية كمان أن الاستفادة من الدراسة توظيف. إحنا وش ندرس بشيء إحنا نحبه وفي مشروع خاص فينا؟ طبعا هلا انا درست هندسه داخليه ببريطانيا، بعد عملت ماسترز باداره المشاريع، وكنت كمان قبل هيك طالبه فن لاربع سنين. فانا يعني من وقت ما كنت صغيره بحب الفن وبحب انه كون واصنع واعمل شغلات من لا شيء. فقررت اعمل عراس بس من ناحيه فنيه وهندسيه. فلما نعمل عرس انت مشروعك، بس انا لو بقطعك بس عشان كمان نعرف المشاهدين، انت مشروعك هو تنظيم اعراس وحفلات. تفضلي. فبستعمل الهندسه الداخليه والطريقه الفنيه لنعمل اعراس مختلفه، اعراس ايديز اوريجينال. بنحاول العروس نفهم شخصيتها وستايلها وشو هي بتحب وشو ما بتحب، وتكون شخصيه العروس، العرس بيكون متكون من هالامور والحفل يكون متكون من هالامور. فاستعمال الهندسة والفن لحتى نعمل يعني تحويل كامل للصالة بطريقة إنه الخيال يصير واقع. فهذا الشيء كتير كتير مهم بالنسبة لي أنا. كيف يعني الخيال يصير واقع؟ شوقتيني صراحة. هلا العروس بتكون عندها فكرة إنه كيف عرسها حيكون. فنحن بنحاول نصنع شيء. ما في عروس عنا بيكون عرسها بيشبه عرس عروس إجت قبلها. كل شيء بيكون original، كل شيء جديد. فهذا الشيء لأنه درست أنا هندسة وفن، فأنا بحب أصنع وبحب أعمل تيستس، اختبر مثلا أنواع الإضاءة، الورود، شو فينا نبني بقلب الصالة لحتى يكون شيء مميز. أنا بسميها الواو فاكتور مشان العرس. فشو هي خيالها؟ هي بتجي بتحكي لي
أنا علاقتي مع العروس بتكون مثلاً كتير. مثلاً العروس مثلاً تقول لك أنا اليوم نفسي أكون سندريلا مثلاً. نعمل لها. بتسووا لها أجواء سندريلا. جو سندريلا بنعمل لها بنجيب لها الكارج تبع سندريلا بنعمل لها أفكار. تكون يعني الزفة حقتها في نفس الكارج حقتها. طبعاً بنعملها يعني نحن أول شيء بنحكي مع البرايد بنعرف شو بدها بنعملها برزنتيشن بعدين بنعمل لها 3 different samples. تجي هي بتشوف أفكار 3 أفكار مختلفة. وبتختار شو حبيت بعدين بنكمل بنصير بنطور الفكره بنكبرها بنعملها واو فاكتور يعني بنحاول نحن مو بس نعطيها يلي بيرضيها بنحاول يعني نعطيها اكثر فهذا الشيء مهم كثير بهالزمن لما الواحد يتعامل مع اي زبون بدك تعطي اكثر شوي شيء يفاجئهم شيء انه يتذكروه طول عمرهم انا اجيت وقلت لها تساوي هيك بس سويت لي اكثر فهذا الشيء كثير مهم انا بالنسبه لي واي حدا بده يفتح بزنس هلا اي شاب او شب صغار بدهم يكون عندهم علاقه شخصيه حلوه مع الزبون ويفهموا شخصيه الزبون وتكون كثير بيرسونال الخدمه اللي بتعطيها تكون بيرسونال وما يكون اي شيء يشبه شيء ثاني هذا بالنسبه لي كثير مهم. طيب دائما احلام الفتيات شويه خلي بقول لك يعني بصراحه اكيد الحين المشاهدات اي وحده يعني يمكن تعرف الكلام اللي انا اتكلم عليه دائما البنت عندها الليله هذه هي ليله العمر واكيد ان انا ما بروح لمكان معين واعطيهم ليله العمر تكون بين يدينهم غير انا اكون واثقه بالاشخاص اللي انا قاعده طبعاً. بشتغل معهم او انا باخذ منهم الخدمه طبعاً. هذه احكي لنا كيف انت تقدرين انك يعني ما شاء الله انت عمرك صغير ليلاس كيف تقدرين انك انت توطدين علاقتك مع البنت وتكونين اقرب منها يمكن عشان عمرك صغير هلا انا بحاول انا بعتقد انا بحاول افهم شخصيته انا كثير مهم لي افهم شخصيته واعرف شو بتحب درستي شيء علم النفس انا بعتقد او جزء من دراستك يعني انا بعتقد هلا جزء بيعلمونا عن السايكولوجي تبع الشخص بس انا بعتقد كثير مهم انه هي الشغله بتجي من الطبيعه اذا فيكي تفهمي الشخص اللي قدامك ولا لا فانا بحس انه لازم افهم شخصيتها وستايلها من لبسها من مكياجها طريقه حكيها من شنطايتها بعرف هي شو ستايلها مثلا هي فونكي ولا مودرن ولا كلاسيك فبحاول افهم هالشيء منها انا وبحكي معها انا علاقتي مع العروس كثير هيك صداقه مو هيك فورمال وبنحكي لا مو واحد زائد واحد يساوي اثنين لا. انت ايش نفسك فيه انا نفسي بكذا انا نفسي بكذا اوكي خليها تحكي لي توصلون للمرحله بالضبط طيب ليلاس حبيبتي وش هي الرساله خلص الوقت عموما كلمه اخيره وش هي رسالتك لكل شاب او فتاه عشان يفتحون مشروعهم الخاص انا رايي اي واحد بده يفتح مشروع يكون عنده شخصيه قويه وتطور بالتفكير وجاهزين يتقبلوا انواع نعم. مختلفه من التفكير والاذواق وطبعا يكونوا مستعدين لاي تحدي نعم انا اشكرك كل الشكر سعيده شكرا. اليوم اني شفتك واني قابلتك وشفت مشروعك الجديد اشكرك ليلاس البزرة سيدة أعمال شكرا جزيلا مشاهدينا وصلنا لفقرة هاشتاغ في الوطن اليوم هاشتاغ اليوم مرتبط بشهر رمضان المبارك تبادل المغردون واسم شغلات ما نبيها برمضان والذي برز بين أكثر الوسوم انتشارا في المملكة العربية السعودية وفي عدد من البلدان الخليجية أيضا نبدأ من أكثر التغريدات انتشارا وإعادة للتغريد ما كتبه صاحب الحساب أحبني هي نفسها اللي ما نبي نشوفها باقي السنة لأن رب رمضان هو رب باقي الشهور أيضا صاحب حساب أو عاسف غرد بقوله شغلات ما نبي برمضان بدون شك الظلم والمماطلة والتسويف ونقض العهود يا عاسف والله نبي الشغلات هذه في كل شهور السنة مو بس في شهر رمضان المبارك أيضا مغرد باسم كبرياء حايلي كتب ما نبي كلمة اللهم أني صايم يسب ويشتم ويكرر الشيء كل يوم وإذا انتهى قال اللهم أني صايم أكيد طبعا أحييك أيضا غردت أثير الروقي بقولها في شغلات ما نبيها برمضان ولا بغير شهر رمضان لأنها سبب لضيقة الصدر والتعاسة شغلات هي النوم عن الصلوات عقوق الوالدين هجر القرآن المعاصي اللعن والغيبة مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم دائما تواصلوا معنا على هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم أيضا على الإيميل الخاص بالبرنامج
الوطن دوت اليوم آت الآن دوت تي في. بإذن الله الملتقى بكرة، مواضيع جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم الوطن اليوم. مع السلامة.